السؤال يقول: ما هي المعادلة التي تصف نمط النمو لهذه السلسلة من الكتل؟ بالتالي نريد أن نجد، إذا علمت أن X تساوي 10، فكم من كتلة سوف يكون لدي؟ لننظر فقط إلى هذا النمط هنا. إذن أول حد في هذه المتسلسلة، الكائن الأول أو النمط الأول من الكتل هنا، فلدينا فقط كتلة واحدة هناك. إذن دعوني أكتب الحد، سوف أكتب هنا الحد ترم، ثم لدي عدد الكتل، عدد الكتل number of blocks. إذن في الحد الأول لدينا كتلة واحدة، ثم في الحد الثاني أنا فقط سوف أكتب ذلك، فماذا حدث هنا؟ تبدو وكأنها مثل الحد الأول، ولكننا أضفنا عمود هنا من 4 كتل، وكأنها 1 + 4 هناك، بالتالي سيكون لدينا 5 كتل هناك، فقد أضفنا 4 له. ثم في الحد الثالث ماذا حصل؟ ماذا حدث في الحد الثالث؟ حسناً، تبدو كأنها نفس الحد الثاني، ولكننا أضفنا عمود آخر من 4 كتل هنا. صحيح، لقد أضفنا هذا العمود هناك، إذن تخيلنا أنها تضاف إلى الجانب الأيسر من النمط، بالتالي أضفنا 4 كتل أخرى، فلدينا 9 كتل الآن. لدينا 9 كتل، تبدو وكأننا في كل مرة نضيف 4 كتل، إذن في هذا الحد الرابع يحدث نفس الشيء، فالحد الثالث هو فقط هذا هنا، هذا هنا هو ما يبدو عليه الحد الثالث، ثم أضفنا عمود آخر من 4 كتل هنا، بالتالي أضفنا 4 أخرى، فأصبح لدينا 13 كتلة، بالتالي الحد الرابع سوف يكون 13. إذن لنرى إذا كنا نستطيع أن نستنتج المعادلة إما بالنظر إلى الرسومات أو بالنظر إلى الأرقام بحد ذاتها. وإحدى الطرق للتفكير فيها، فقد بدأنا ب x تساوي 1، إذن لنقل أن x تساوي الحد ونضيف فقط هذا هنا، ثم عندما x تساوي 2 فقد أضفنا عمود 1 من 4، إذن هذه عندما أصبحت x تساوي 2 فلدينا عمود 1 من 4، ثم عندما أصبحت x تساوي 3 كان لدينا عمودين من 4 هناك، ويمكنك أن تقول حتى أنه عندما x تساوي 1 كان لدينا 0 من الأعمدة، صحيح؟ فلم يكن لدينا هنا أي من هذه الأعمدة من 4 كتل، لم يكن لدينا أي شيء، ثم عندما x تساوي 4 كان لدينا 3 أعمدة، كان لدينا 3 أعمدة هناك عندما كانت x تساوي 4. إذن ما هو النمط هنا؟ أو كيف يمكننا أن نعبر عن عدد الكتل التي ستكون لدينا نسبة إلى الحد المعطى لنا؟ حسناً، إنها تبدو وكأنه دائماً سيكون لدينا كتلة واحدة، دعوني أكتبها بهذه الطريقة. إذا كتبت عدد الكتل، دعوني أكتبها هكذا، عدد الكتل number of blocks، فهي تبدو وكأننا دائماً سيكون لدينا 1، صحيح، لدينا هذا 1 هنا، وذلك 1 هناك، وذلك 1 هناك، وذلك 1 هناك، تبدو وكأنه لدينا دائما 1 + عدد معين من الأعمدة من 4 كتل، لكن كم عمود لدينا عندما x تساوي 1؟ لا يوجد لدينا عمود من 4 كتل، وعندما x تساوي 2 لدينا عمود 1، وعندما x تساوي 3 لدينا عمودين، بالتالي عندما x تساوي أي شيء فيبدو أنه لدينا عدد من الأعمدة أقل بواحد، إذن هي ستكون x ناقص 1، صحيح؟ عندما تكون x تساوي 2 فإن x ناقص 1 تساوي 1، وعندما تكون x تساوي 3 تكون x ناقص 1، فهذه هنا x ناقص 1.
إكس تساوي 2، هذه إكس ناقص 1 وهذه إكس ناقص 1 وهذه إكس ناقص 1 وإكس ناقص 1 تخبرنا عن عدد الأعمدة لدينا، صحيح؟ هنا لدينا 1 2 3 أعمدة، وهنا لدينا 1 2 من الأعمدة، وهنا لدينا 1، ويمكننا أن نبسط ذلك، هنا لدينا 0 من الأعمدة، إذن إنها صالحة أيضا حتى للحد الأول وكل واحد من هذه الأعمدة. إذن هذا هنا إكس ناقص 1 هو عدد، هو عدد الأعمدة، ثم في كل عمود لدينا 4 كتل، بالتالي هو عدد الأعمدة ضرب 4، صحيح؟ لكل واحد من هذه الأعمدة لدينا عمود 1، لدينا 1 2 3 أعمدة، بالتالي هذه هي المعادلة التي تصف نمو النمط. لذا دعوني أكتب هذا، دعوني أبسطه قليلا. إذا كنت سأضرب 4 ضرب إكس ناقص 1 فسوف أحصل على عدد الكتل، وهي تساوي 1 زائد 4 ضرب إكس، علي أن أوزعها حيث 4 ضرب إكس هي 4 إكس، ثم 4 ضرب سالب 1 يساوي سالب 4، بالتالي هذا يساوي عدد الأعمدة number of blocks، ويمكننا أن نبسط هذا، فلدينا 1 ثم ناقص 4، أعتقد نطرح 4 منها، فهذه سوف تكون 4 إكس ناقص 3 وهو عدد الأعمدة نسبة إلى الحد إكس، بالتالي للحد 50 سوف تكون 4 ضرب 50 وهو 200 ناقص 3، أو تقول أنه في كل مرة نضيف 4 فهو عبارة عن طريقة أخرى لإعمال ذلك. يمكنك فقط أن تقول أن هناك علاقة خطية، بالتالي يمكنك أن تجد ميل الخط الذي يصل بينها، ولكن نفرض أن الخط معرف فقط على الأعداد الصحيحة، والآن ربما أبدو أنني أعقد الأمور قليلا، ولكن الطريقة التي يمكن أن تفكر فيها هي أنه في كل مرة نضيف فيها كتلة ما، أو في كل مرة نضيف فيها حد، فنحن نضيف 4 كتل، فيمكن أن تكتبها بهذه الطريقة. يمكننا أن نكتب أن التغير، إذن هذا المثلث هنا يعني التغير، دلتا تعني التغير في الكتل، التغير في الكتل مقسوم على التغير في الكتل مقسوم على مقسوم على التغير في إكس، وربما تدرك أن هذا هو الميل، وإذا كنت لا تقلق، فإذا كان الميل هو مفهوم غريب عليك أو يمكنك فقط أن تفعلها كما في الجزء الأول، وهي طريقة منطقية تماما، وأمل أنها سوف توضح بعض الصلات بمفهوم الميل. إذا ما هو التغير في الكتل نسبة إلى التغير في إكس؟ نحن حين ذهبنا من إكس تساوي 1 إلى 2، بالتالي التغير في إكس هنا سوف يكون 2 ناقص 1، فقد زدنا بواحد، فماذا يكون التغير في الكتل؟ سوف يكون 4 أو 5 ناقص 1، إنه 5 ناقص 1، وماذا يساوي هذا؟ هذا يساوي 4 على 1 وهو يساوي 4. دعوني أنتقل قليلا إلى اليمين، إذا التغير في الكتل على التغير في X يساوي 4، أو أن الميل يساوي 4، بالتالي إذا أردت أن تعمل هذا كما لو تقوم بعمل معادلة خطية، فسوف تقول أن المعادلة ستكون إذن، حسناً دعوني أكتب عدد الكتل، عدد الكتل سوف تساوي 4 ضرب 4 ضرب إكس، الحد الذي نتعامل معه، أنت تعلم الحد في هذا النمط زائد عدد ثابت معين، هذه هنا هي معادلة الخط. إذا كانت هذه الطريقة غير مألوفة لديك، عليك فقط أن تعملها بنفس الطريقة في بداية الفيديو. ثم كيف نجد حل هذا العدد الثابت؟ حسنا، نستخدم أحد الحدود هنا. نحن نعلم أنه عندما كان لدينا 1 في الحد الأول فقد كان لدينا كتلة واحدة فقط، دعونا نضع هذا. إذن في الحد الأول
سوف يكون لدينا هذه البي هناك، فلدينا فقط كتلة واحدة، إذا لدينا واحد يساوي أربعة زائد بي، وإذا طرحت أربعة من طرفي هذه المعادلة، وإذا طرحت أربعة من الطرفين ماذا ينتج؟ على الطرف الأيسر واحد ناقص أربعة وهو سالب ثلاثة، وذلك يساوي هذه الأربعة تحذف وهذا يساوي بي. إذن طريقة أخرى لنحصل على معادلة الخط هي ما قد وجدناه، أن بي تساوي السالب ثلاثة، وقلنا كم كان التغير في عدد الكتل نسبة إلى تغير معين في X، وهو التغير في عدد الكتل إلى التغير في X. لقد قلنا أنه دائما أربعة، إذن أربعة لكل تغير في X. عندما يكون التغير في X يساوي واحد فتتغير بأربعة، وهذا يعطينا الميل. ثم لكي نحل، إذا تصور ذلك كخط، وهذا فقط معرف على أعداد صحيحة، وأعتقد أعداد صحيحة موجبة. في هذه الحالة يمكنك أن تتصور هذا كنقطة تقاطع Y، ولكي نجد هذا الثابت فقد استخدمنا أحد الحدود. يمكنك أن تستخدم أي منهم، نحن استخدمنا واحد وواحد، يمكنك أن تستخدم ثلاثة وتسعة، ويمكنك أن تستخدم أي شيء، وقد أوجدنا أن B تساوي سالب ثلاثة، وبالتالي إذا عوضت B هنا فسوف تحصل على 4X ناقص ثلاثة، وهو ما حصلنا عليه في بداية هذا الفيديو. أمل أنكم استمتعتم.